وانا وداد وديمش اشكال الشكرم هو العسول غاد اللعابة الراجي تعاونوا معانا حتى نعسوها في الزنقة. السلام مشاهدينا قناة المنبر 24، اليوم جينا عند اخت سميدي نعيمه. اخت نعيمه اللي كتعاني في واحد التشرد في الزنقه، عايشه في الزنقه، الابناء ديالها ضايعين، كانوا كيكريو ودابا ولاو ضايعين. اليوم غتحكي لكم القصه ديالها. انا الاسم ديالي نعيمه، كان الاخ ديالي هو الكبير في الدار، هو اللي متحمل المسؤوليه ديالنا، ديال حنا عائله بينا، حنا سته الناس في الدار. وسيدي ملي توفى صافي توفى مول الدار، مابقاش باغي يكري لينا، قال لنا غتخرجوا عليا من الدار. في نفس الوقت قلنا له علاش غنخرجوا، شنو هو المشكل؟ قال لنا المشكل هي خوكم اللي عندي علاقه به كيخلص لكم الموت دولكم ومتحمل المسؤوليه ديالكم، راه توفى. انا دابا خلو لي المحل ديالي، عندنا سيدي خوينا لي المحل ديالو، ما لقينا ما نديرو سيدي، ما عندناش امكانيات باش نكريو. كان مسردين في الزنقه، جينا لنا حدا مستشفى ديال موريزكو، انا كنعس دابا في الزنقه سيدي انا والوليدات ديالي، حنا سته ديال الناس، ما كنصيبو لا ما ناكلو ما نشربو لا ما نلبسو، ومتشردين سيدي ليل ونهار، وما كنصيبوش اللي غادي يتحاسب بينا واللي غادي حنا علينا غير الله تبارك وتعالى. ودابا كنطلب من خوتي المحسنين، راني الان باقا لحد الان متشرد انا حدا مستشفى موريزكو، وكنتمنى الناس المحسنين الله يجازيهم بخير ينفقوا بيا ويحسنوا بيا وينقذوني من هذه الازقه هذه، لان وليداتي ماتوا لي بالجوع وماتوا لي بالعرق، ما عندهم لا ما يلبسوا ما والو، ما عندناش امكانيات باش نكريو. ودابا كنكرهو خوتي المحسنين يوقفوا معايا الوقف الله تبارك وتعالى، أن إن الله يعاون عبده ما دام العبد يعاون أخيه. وشكرا أخوتي الله يجازيكم بخير. دابا راه أمي مرأة كبيرة مسكينة تاهي نعسة معايا، أخوتي كلهم، أخويا مريض بالثقة، دابا ما عندناش ما نديرو، ما عندنا فين نمشيو، عندنا غير الله تبارك وتعالى. كنكون أخوتي المحسنين وقفوا معايا الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم بخير، وشكرا لهم جميعا، إن الله غفور رحيم، صدق الله العظيم. السلام عليكم أخوتي، انا سميتي السيد شرف والوالده نعيمه اللي هضرات معكم دابا. حنا راه عائله تنعساو في الزنقه، وانا وداد وديما تنشكر الوداد وعزيزين عليا الوداد وديما حمراء، وفي اللعابه ديالي اللي تنشكرهم هو العسولي وكارتي والكعبي. شنو كطلب من هاد اللعابه دابا اللي كتبغي؟ تنشكرهم وعزيزين عليا بزاف، وتنطلبهم يتعاونوا معايا حيت حنا تنعساو في الزنقه حدا موريزكو. انا سميتي صوريه، تنبغي هاد اللعابة ديال الراجي تعاونوا معانا حتى نعسوها في الزنقة، ما عندنا ما ناكلو ما شي حاجة تنعسو في الزنقة. لي داسي تيبقى يشوف تيقول شو هاد الناس تينعسو في الزنقة يخ. وانا تنشكر رجاء اللعابة ديالي، تنبغي اللي تولي يجي تعاون معايا ورحيمي حيت حقاش تنبغيهم بزاف. ما تنساوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.